تمام يا فندم. هو أول حاجة إيه هي أرصدة الكربون الأول؟ أرصدة الكربون دي حاجة نظام بيقوم على سوق، السوق دي سوق مالية بيسمح للشركات بشراء وبيع الأرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها. بمعنى هرجع للحتة الملخصة اللي إحنا كنا قلناها، أنا عندي مصنع بطلع 15,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. التقرير العالمي بيقول إن أنت ما تزيدش عن 500 في السنة، عن 5,000. طيب هنا المفروض يجي حاجه اسمها السوق الالزامي. الالزامي يعني ايه؟ يعني لازم تنزل للحدود والمعايير المطلوبه، وانا مش هكلمك ولا هقول لك انت بتعمل ايه، خلاص كده شكرا. طيب السوق الطوعي ان انا انزلك من ال 5,000 لل 500 واديك منحه، اديك فلوس في مقابل كل طن، كل طن ثاني اكسيد كربون قيمته كام؟ 400 اربع قصدي 1000 1000 دولار، 140 دولار، 500 دولار، هدي لك في قيمتهم شهاده. قيمة الشهادة دي مدة الشهادة دي 5 سنين. ممكن يكون الإجمالي المخزون اللي عند حضرتك اللي أنت وفرته، وده بنسميه مخزون أو جرد الكربون. هو في جرد للكربون؟ أه في جرد للكربون. أنت موفر النهاردة كربون قد إيه؟ أنت المفروض الالتزام بتاعك 5,000، أنت النهاردة في 500. تقدر النهاردة اللي أنت وفرته ده تديه لمصنع تاني؟ أه أقدر أديه لمصنع تاني في شكل شهادات وفي شكل منح. يقدر يوفر بيها؟ اه يا فندم يقدر يوفر بيها. وتقدر حضرتك الترمبات اللي عندك اللي بايظه والمعدات اللي بايظه تقدر تجيب عليها منح على الشهاده دي وتصلحها وتغيرها؟ اه يا فندم بموجب الشهاده دي مسموح لك طبقا للقوانين العالميه ان انت تتصرف فيها كيف ما شاء فيما يخص تحسين البيئه الداخليه والخارجيه سواء للمنشاه او للمكان اللي انت خدت عليه الشهاده دي. ده بحاجه بسيطه كده اللي هي تداول أرصدة الكربون. طيب مصر هتعمل منصة هيبقى اسمها المنصة التوعية للكربون. هتخدم مصر؟ لا يا فندم، هتخدم مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. أفريقيا داخلة معايا في القانون في التعديل اللي إحنا بنعمله حاليا دلوقتي، ده بناء عن طلب أفريقيا إن هي عايزة تخش ضمن السوق التوعي للكربون. ومصر ملزمة تساعدها في إنها تعمل سوق توعي لمين؟ للكربون عن طريق وزارة البيئة المصرية. لكن التفاصيل دي مش هقدر يعني ايه يعني وقت ما تنشر ان شاء الله هيكون برضو نعرف التفاصيل دي هتبقى عباره عن ايه. طيب من ضمن الحاجات التانيه اللي هي طبعا احنا اتكلمنا عن شركه سيكم، ودي كانت من المشاريع الرهيبه طبعا اللي كان ليها طبعا الصداره في انها تعمل موضوع الانبعاثات الكربونيه وخدت فعلا عليها شيء. طيب السند الكربوني او بنسميه الائتمان الكربوني، ده رصيد اللي عند حضرتك، هي كل المصطلحات قريبه من بعضها. هو ده رصيد عند حضرتك بيسمح لك ان انت تتصرف فيه كيفما تشاء بس متمثل في وحده ائتمانيه. طيب كان لحد في شهر 3 اللي فات الاستاذ اللي هو ماسك البنك، كان ماسك في البورصه، شاف اسمه محمد علي او حاجه زي كده، رسميا بقرار رسمي قال ان شهادات الكربون او السندات الكربونيه او شهاده السندات الخضراء مش تداول في البورصه. لا يا فندم، ده سند مالي زي السندات الحكوميه بالظبط اللي انا بديها في مكان وباخد مقابلها فلوس. نصا كده قال ده سند، ده اما تبدا تخش في البورصه المصريه هيبقى سند مالي، سند مالي. طيب اذا ان الشركه لو خفضت الانبعاثات بتاعتها هيبقى ليها ارصده فايضه، بالتالي اقدر ابيع الارصده دي فين؟ في اي مكان انا عايز ابيعه، سواء في بورصه عندي سواء لاحد الشركات اللي موجوده ويقدر يستخدمها ويعمل ايه. كان اسمه الاستاذ محمد ماهر. ايوه استاذ محمد ماهر. طيب مصطلح الائتمان، اول مصطلح ده ظهر في سنه 1997 في الدول المعنيه بتغير المناخ اللي هي الاي بي سي. الاي بي سي سي دي المنظمه اسمها المنظمة الدولية التابعة المعنية بتغير المناخ، دي تابعة للأمم المتحدة. وطبعاً بعض الحاجات المهمة جداً اللي احنا ممكن نقدر نبص عليها في الانبعاثات والتغير المناخي، بعض المصطلحات هقولها لكم بس كده على الماشي يعني عشان برضو ما يبقاش حاجة صعبة عليكم. في أول حاجة في سنة 1992 كانت اتفاقية رو دي جانيرو، دي اللي كانت اللي هي تتوافق البلدان على إنها تقلل الانبعاثات. وفي سنة 1995 عملوا اجتماع في برلين برضو، ده كان أول كوب يتعمل بقى اللي هو بنسميه المؤتمر السنوي الأول للأطراف. أول كوب اتعمل
في العالم اتعمل في برلين في سنة 1995، وكلمة كوب معناها المؤتمر السنوي الأول للأطراف. وسنة 1997 اتفاقية كيوتو، ودي الاتفاقية اللي نصت على إن لازم الدول تعمل انخفاض للانبعاثات الكربونية اللي موجودة، ودي اللي حطت الاشتراطات عليها. طبعا بدأت بقى في سنة 2001 وفي سنة 2009 كوبنهاجن ودربان واتفاقية باريس في سنة 2015، كل ده اتفقوا في النهاية على إن في سوق طوعي للكربون لازم يتطبق، وبدونه إن إحنا كده لو فضلنا على الفترة دي بمعنى أصح أنا هوصل لمرحلة إنها هتبقى عندي صعبة جدا إن أنا أقدر أبدأ أتحكم في موضوع الانبعاثات الكربون. طبعا من ضمن برضه المصطلحات اللي موجودة معتبر موضوع الخبير ده احنا اتكلمنا عليه، وموضوع الاستشاري، وموضوع مدقق البصمه الكربونيه، الايزو، العيله بتاعت الايزو دي مهمه جدا، هي ليها حوالي ليها 4 عائلات. ان انت عشان النهارده تاخد مدقق بصمه كربونيه اصلا لازم تدرس عائلات الايزو اللي هي ال 14064 واحد، 14064 اثنين، 14064 ثلاثه. طيب دول مهتمين بايه؟ ال 14064 واحد و14064 اثنين و14064 ثلاثة، ويخش معاهم ابن عمهم اللي هو ال 14067، ده بيهتم بالمنتج، وده بيقول لك قول لي طلع لي القياسات والتقارير والامور اللي عندك كلها وقولها لي واديهاني ومالكش دعوه. طب مين اللي هياخدها بعده؟ هو 14066. 66 ده مين اللي هو المدقق اللي هو المفروض يراجع؟ طيب هل في هيئه عليا هتراجع ورا المدقق؟ اللي هي هيكون معاها 14065. دي العيله كلها بتاعتها، دي عيله الايه؟ العيله بتاعت ال 14064. طيب تسعير الكربون، احنا لحد الان لسه ما سعرناش الكربون، ولكن كان اخر تسعير زي ما اتفقنا 75 ورفعوه ل 140 دولار، ده المفروض يكون لحد 2030 140 دولار. هل هيزيد هيقل؟ احنا يعني بنتماشى، بس عشان اقول لكم على نقطه يا جماعه، احنا هنا في مصر او في اللجنه اللي شغاله حاليا دلوقتي مش بنالف من دماغنا، احنا جايبين معظم الحاجات اللي اتعملت بره في حوالي 24 دوله على مستوى العالم عملوا تسعير للكربون عندهم، احنا بناخد النماذج دي وشغالين عليها حاليا دلوقتي. بس طبعا مش هنحط بنفس التسعير، لان كل دوله، ودي اللي كانت قالت عليها الدكتوره مساعد، كل دوله وليها الظروف او الاحتياطات بتاعتها او الوضع المالي بتاعها. وعلشان برضو ما اعملش اعباء لا على الماليه ولا على المستثمر ولا على الامور دي كلها. دكتور يعني الحقيقه دكتور، بس كنت يعني انا شخصيا كمهندس ميكانيكا في الاصل، يعني وحده الكربون كوحده، يعني انا بسمع 200 طن 22 طن كوحده كربون مقاسه كمجربون، عايز يعني عاوز اعرف الوحده المقاسه للفوت برينت او للبصمه الكربون بتتقاس بالطن، طن سنه، طن وزني ولا طن سعوي؟ احنا لا بنحولها لطن وزني. ما احنا لما نيجي كده زي ما الدكتور عم بيجي يتسال، احنا لما نيجي ان شاء الله يكون يعني تاخدوا الكورس بتاع البصمه وتعرفوا الحسابات ازاي فيها تحويلات رهيبه، حتى في كل الكهرباء انت قيسها بكام وحولتها بكام عشان احولها لوزني، واحسبها بكام واضربها بفاكتور معين، الفاكتور ده بيديني يقول لي انت عندك ده يكافئ قد كذا، يكافئ قد ثاني اكسيد كربون، طن ثاني اكسيد كربون، لان انا في النهايه انا عايزه في الحجم، هو يمثل كام من حجم المشكله اللي عندي، من حجم المكان بتاعي، ويمثل كام من الستة في العشرة في المية اللي مصر بتبعثه اللي مصر بتعمله. احنا على فكره التقارير العالميه، التقارير اللي بتصدر اللي هتصدر ان شاء الله من مصر، او اللي خلينا اللي نتكلم على اللي بتصدر بره، بيقول لك ان المشروع ده بيمثل نسبه كام من النسبه العالميه اللي انت بتطلعها على قرية بلدك. يعني انا بطلع 6 من 10، مشروع محطتي او محطات الصرف في مصر مساهمه بكام في الموضوع؟ 6 من 10. موضوع النقل والمواصلات بيساهم بكام؟ تخيلوا ان موضوع النقل والمواصلات بيساهم ب 47%. موضوع اللي هي بقى شامله القطارات وشامله الحاجات دي كلها باستهلاكها للبنزين، يجي في المرتبه الثانيه انتاج البترول بيستهلك بيزيد بحوالي يعني 6 تقريبا حوالي 20%، الارقام دي هشوفها بالظبط الصحيحه كام في اخر تقرير. فالامور دي كلها اكتر قطاع عندي بيسبب انبعاثات كربونيه هو قطاع النقل والمواصلات. فصنفت بناء عن ايه؟ عن استهلاكه للبنزين العالي والحرق اللي موجود والانبعاثات اللي موجوده.
فلا ليها تقسيمه يا باشمهندس محمد، بس في النهايه لازم تحولها لي بالطن، كام طن كميه موجوده من ثاني اكسيد الكربون اللي هينبعث. الحقيقه بشكرك يا دكتور على يعني احنا يعني في الحلقه الاولى محتاجين الترمينولوجي ك يعني كمفهوم عام، ويعني محتاجين نسمع يعني في الحلقه الاولى، يعني دي كتر خيرنا كلنا ان احنا نقدر نستوعب يعني بس مجال محترم زي ده لسه انا الحقيقه. يعني انا اشكر حضرتك. المشكله كلها ان المصطلحات صعبه شويه، فمش عايز الناس تمل من المصطلح او تمل الموضوع. يعني انا يعني الموضوع النهارده نقاشي في موضوع ان انا عشان اخش بالمصطلحات دلوقتي بشكل رهيب قوي، وان احنا نخش قوي بتدقيق، انتوا هتقولوا لا الموضوع ايه ده، ايه الكلام ده، وايه الوضع ده. انا كنت كده زي حضرتك والله، يعني انا كنت كده في البدايه فعلا، وفعلا مصطلحات غريبه عننا اول مره نسمعها. ربنا يديك الصحة يا دكتور، يعني يعني وأشكرك طبعا على يعني رفع الوعي العلمي والهندسي والبيئي والكيميائي للمجموعة، وده الحقيقة يعني يعني يتم بالرجال، يعني ربنا يديك الصحة يا رب. طيب الحقيقة أنا عايز أخش لحتة تانية يا دكتور محمد، لأنه الناس كلها بتسأل، وعلى فكرة وماتريكس قوي قوي رحل الحتة دي، المخرجات يا دكتور. يعني أنا عايز أقول يا أهل ماتريكس المخرجات، يعني إزاي يعني المهندس هيطلع ريبورت شكله إيه، هيطلع ورقة شكلها إيه، إيه المهمة بتاعته، سواء البوزيشن بتاعه كان خبير، كان مدقق، كان مراجع. المخرج يا جماعة إحنا عندنا مشكلة في الناحية العربية، ودايما ماتريكس مهتمة بالقصة دي إن هي ترفع الأوتبوت، يعني أنا هطلع إيه، أنا كشغلي كمهندس هروح يعني أعمل إيه، شغلتي إيه، إيه الريبورت اللي هطلعه، إيه التقرير اللي هطلعه، هراجع إيه، المراجع هيعمل إيه. الحقيقة دي مهمة قوي دكتور محمد عندنا، والحقيقة في ماتريكس إحنا مهتمين بيها قوي، المخرج الوظيفة والمخرج، أو المخرج من غير الوظيفة، أهم المخرجات احنا في ال بنتكلم في حاجتين دلوقتي، هل مخرج بشري ولا مخرج فني او مخرج تقني؟ والله خلينا الاثنين يا دكتور، يعني يهمنا طيب. نستفيد من حضرتك، اتفضل حضرتك يعني خصص لنا كل طيب مخرج على حدة، يعني اتفضل. لو احنا قلنا انا هستفاد ايه من موضوع البصمة الكربونية، ومين اللي هيشتغل فيها تخصصي؟ مفيش تخصص في شغل البصمة الكربونية، مفيش حاجة اسمها تخصص. حضرتك مهندس، حضرتك دكتور، حضرتك طبعا لازم يكون حصل على شهاده عليا عشان بعض المصطلحات. اي تخصص يكون هو في موقعه هو استشاري بصمه كربونيه. طيب المجال اللي احنا هنعمله الجديد ان احنا النهارده لما تيجي حضرتك استشاري هديك حضرتك تخصصيه. انت النهارده مهندس ميكانيكا، يبقى انا حضرتك هديك استشاري تقييم اثر كرب، تقييم بصمه كربونيه في شغل الميكانيكا، في الهندسه الميكانيكيه. طيب والهندسه الكهربائيه. طيب النهارده علشان اقول لحضرتك تبقى انت جنرال في البصمه الكربونيه وتعرف تقيس المباني، لا مش هتعرف. ليه؟ لانها محتاجه سنه حته كده صغيره فنيه. انا النهارده راجل كيميائي، هعرف ازاي اخش جوه الترومبه واعرف الهيد بتاعها بيعمل ايه، وده لو عمل مش عارف كذا، والكيرف بتاعها لا ده نزل ده طلع ده عمل، مين اللي هيعرف كده؟ طب انت كمهندس كيميائي، قصدي مهندس ميكانيكا او كمهندس كهرباء تقدر تعرفها. لما يحصل في الكيرف مشكله بتاعها او في الليد بتاعها مشكله، هيزيد ولا مش هيزيد؟ بالدراسه بتاعت حضرتك تقول لك يزيد. طيب الزراعه، تخيلوا ان اصعب مجال في البصمه الكربونيه في مجال الزراعه وفي مجال المواد الغذائيه، مجال صعب جدا صعب جدا. النهارده انا عشان اما جيت ادرسه واخش في المجال، عايز اعرف البطاطسيه دي بتتكون من ايه وجايه منين، ومصدرها ومصدر الشتله بتاعتها جت منين، واتنقلت فين وراح، والسماد اللي تحطها نوعه ايه. وانت تحسب بصمه كربونيه ازاي؟ البصمه الكربونيه بتتكون من ثلاث حاجات، حاجه اسمها سكوب 1 وسكوب 2 وسكوب 3. يعني ايه سكوب؟ يعني النطاق الاولاني سكوب 1 ده هو الحاجه اللي حضرتك بتصرف، يعني اللي انت بتشتغلها وبتطلعها من مصنعك. بمعنى اصح انا عندي محطه ميه وبطلع منتج ميه، كل ما هو في سور محطه الميه ده ملكك، حتى العربيه، حتى العربيات ان كانت بتاعتك ما انتش مأجرها، ده اسمها سكوب 1. احسب بقى بنزينها، لا ده انا عندي المهندس محمد بيجي من بنها وشغله في القاهره، احسب لي العربيه المسافه دي بجيب كام، وبيستهلك لتر بنزين قد ايه، وبيعمل صيانه قد ايه.
طب عندي كام مهندس بنفس القصه؟ خمسه سته. جمع يا باشا بقى عربياتك وحط لي كده القصه دي. طب العربيات دي انا جايبها ولا باجرها؟ تفرق. لو انا جايبها وبتاعت انا وادفع عليها فلوس تبقى سكوب 1، طب لو انا ماجرها لا، لا تخش معايا في سكوب 3 لانها مش بتاعتي، صاحبها هو اللي بيصرف عليها وانا بدي له مقابلها. طب الكهرباء، تتخيلوا ان الكهرباء بالنسبه لي انا، هل انا صنعتها؟ لو انت عندك جنريتور جوه المحطه وبتولد منه كهرباء، اه انت مسؤول عنه ويخش معاك في النطاق الاولاني. طب لو انت جايبها من شبكه الكهرباء، مش مسؤوليتك يا فندم، مش بتاعتك، انت بتجيب استهلاكك وبتضربه في الفاكتور بتاع ثاني اكسيد الكربون او الانبعاثات اللي بتطلع من الكهرباء، بيطلع كذا كذا كذا، هضرب ده في الفاكتور بتاعه ويبقى دي الانبعاثات اللي جايه لي من شركه الكهرباء. بس هل انا املكها؟ يعني هل انا اقدر لو عرفت ان في زياده جايه لي من بره وانا ما عرفتش اتصرف فيها، هل املكها؟ لا ما املكهاش. بس امتى املكها؟ لو انت اللي جوه زودت الحمل بتاعك مش هي اللي جايه من بره. تبقى سكوب 2. سكوب 2 يعني ايه؟ او نطاق 2 يعني ايه؟ يعني انت مالكش اي تصرف فيه، وهو جاي لك من بره بس انت محتاجه. انا مش عارف يعني هي كده الفرق واضح ولا لسه؟ مش يعني طبعا انا متوقع انه السكوب 1 والسكوب 2 ده ان شاء الله متاح عندنا وموجود الريفرنس بتاعه. طبعا لما نخش في تفاصيل الحسابات، وطبعا عندنا في ماتريكس الحمد لله موجود الكورسات يعني المتوفره. واشكر طبعا الدكتور محمد، لانه الحقيقه المساله محتاجه يعني بحث ووقت علشان نقدر نوصل لقصة المكافئات والحسابات والسكوب والأكواد كمان اللي موجودة. هو السؤال هنا بالنسبة للسكوب، هل الكود المصري إن شاء الله هيكون جاهز قريب بالنسبة للبصمة الكربونية؟ هو احنا بعد ما هنخلصه لسه هيتعرض على المجتمع المدني. بمعنى احنا دايما دلوقتي حاليا الحمد لله فضل ربنا من 2015 بدأنا ما بنفيش كود بينزل الا ما بنعرضه على المجتمع المدني. مش يعني المجتمع المدني مش بجيب الناس واقول لهم رايكم، لا، اهل التخصص. يعني مثلا بجيب كل فرد من كذا قطاع متخصصين مثلا في مجال المياه او في مجال البصمه الكربونيه. هو النهارده اللجنه المشكله بتاعت البصمه الكربونيه منين؟ هي عباره عن وزاره البيئه، وزاره الماليه، التنميه الصناعيه، وزاره الاسكان. طيب محتاج بقى في شغل تاني المباني، بدخل معايا مركز البحوث والاسكان في عضو فيهم، بدخل معايا عشان المباني، بدخل معايا في الزراعه الهيئه المركز البحوث الزراعيه، كل جهه متخصصه في المجال بتاعها. طب بعد ما بخلص بدي كل جزء متخصص للمكان بتاعه، اقول له ناقشه مع الناس اللي عندك، بحيث في النهايه ان هي اطلع الرقم الناس اللي هتبقى ابلايد بقى، الناس اللي هتطبق يبقى عندها المعلومه وعندها الشغل بتاعها. سؤال الحقيقة وسؤال مهم جدا قبل ما نروح للمادة العلمية الفيلمية اللي إن شاء الله بإذن الله يعني هتعجب حضراتكم. الدكتور محمد الحقيقة محضر لنا مادة جميلة فيلمية. يعني قبل السؤال قدامي، قبل أسئلة الناس على السبورة، قدامي سؤال مهم جدا يا دكتور محمد. الحقيقة أنا كنت عايز أسيبه للآخر لكن حاسس إن جه معاده. يعني أنا عايز حضرتك، أنا هطلع خبير، هطلع الوظيفة بتاعتي، عايز أعرف مصاري إيه. يعني باختصار مصاري، لانه طبعا عارف ان الامور مش سهله، مصاري ايه اللي انا هاخده لغايه ما اوصل لمدقق، لخبير، لمراجع، كمان الشهادات المطلوبه ايه، كمان انا تقييمي في السوق ايه. يعني انا لما اخد الخبير ده واروح احصل على وظيفه، مرتبي يعني تقريبا هيبقى في حدود كام؟ هيبقى مناسب ليا؟ وهل الموضوع ده فعلا كمان انا شيء طبعا انا يعني احتكيت بفضل الله ومنحته بالسستينبل ديزاينر وبالفوت برينت اكسبرت، واعرف بالظبط قد ايه تقلهم في السوق، قد ايه يمثلوا طبعا، بس اللي تعب يعني خد الطريق وتعب يعني. فلو تسمح حضرتك توضح لنا المسألة دي، ولو إن أنا سبقت شوية كان المفروض السؤال ده يبقى في الآخر لأنه سؤال حقيقة جوهري ومهم، لكن علشان برضو السؤال مهم يعني نفسنا نطرحه دلوقتي، استعجلنا شوية إن احنا نطرحه، عاوزين نقول الطريق شكله إيه ونقدر نوصل له إزاي، كسيرتيفيكيت، كرخصة، كوظيفة، كإكسبرت، كمدقق، كخبير، وانا في السوق هيبقى تقلي قد ايه، سعري هيبقى قد ايه، سواء انا مهندس بس خدت الحته بتاعه البصمه الكربونيه على جنب كده وبشتغل بيها كاستشاري او كخبير، دي هتوصلني لمرتبات سواء في الخليج، سواء في مصر، سواء في الدول الاجنبيه،
وحالنا بقى مطلوب عالميا ولا لا في الفترة اللي جاية؟ أولا الخطوات، وهو لازم يكون حصل على مؤهل عالي، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنت بتبدأ حضرتك بتاخد كورس عن البصمة الكربونية، اللي هو الكورس التعريفي. يعني إيه البصمة الكربونية؟ بتتقاس إزاي؟ إيه مشاكلها؟ بتدرس الإسكوبات كلها بالكامل، بتاخد خطوة بخطوة. رقم واحد بدرس البيئة اللي أنا عايش فيها، وثانيا بتعمل مشروع تخرج. مشروع التخرج ده لازم بتعمل مشروع عن قياسات المشروع اللي انت عايز تتخصص فيه. عايز تتخصص في مجال الصرف، ده انا عايز اتخصص في مجال الزراعه، ده انا عايز اتخصص في مجال مش عارف الهندسه الكيميائيه، ده الميكانيكا الكهرباء. كل واحد بيتخصص في الموضوع بيعمل له مشروع. طيب بناء عن ايه المشروع ده؟ لما بتيجي تقدمه بتروح تمتحن في المعهد القومي للجوده، ده علشان اخد مدقق بصمه كربونيه، لان انا الان في مصر ما عنديش الا الحاجه دي الوحيده دلوقتي، المدقق بصمه كربونيه. طيب ايه الفرق بين الاستشاري والمدقق؟ الاستشاري حضرتك بيكون عندك اجهزه القياس وعندك المعدات اللي انت هتروح تقيس بيها، وبتروح تقيس وبتديني النتائج. ده اخر حضرتك، شكرا، ده اخرك استشاري. هتقيس وتديني النتائج وتقيم لي وتقول لي النتائج دي عاليه قليله عن القانون، شكرا يا فندم. انا باخد بقى المدقق بياخد الارقام دي وبيدخلها على اكسل، على البرنامج عنده معين بيتعمل. البرنامج ده بيقول له الارقام دي قريبه من الواقع الحقيقه ولا لا. طيب لو انا عايز اتاكد، يقوم حضرتك يعني مثلا اسمحوا لي ان احنا نشبهها باشخاص، يعني مهندس محمد والدكتور مثلا عبد المجيد. مهندس محمد استشاري، الدكتور عبد المجيد هو الاستشاري الخاص بتقييم الاثر، بتقييم الاثر الكربوني. دكتور عبد المجيد بينزل اي منشاه، اي منشاه هنا مش فارقه بقى معاه. ليه؟ لانه عنده عناصر معينه بيقيسها. نزل قاس، بيقعد لمده شهر بيقيس بيقيم، بيحط اجهزه رصد اونلاين، بيقرا اونلاين او بيقيس بيروح بالجهاز كل يوم. سجل النتائج، حطها في الريبورت بتاعته، قيمها، حط الختم الاستشاري، مدقق استشاري تقييم البصمه الكربونيه وحطها على الختم. شكرا، كده التقييم بتاعي معتمد. هاخد التقييم، ابدا انا كمدقق اراجع اخد الارقام دي واضربها في الفاكتور بتاعه الثاني اكسيد الكربون او فاكتور السي اتش 4 بمعادلات طويله كده وصعبه شويه وحاجات دي، بس احنا لخصناها في اكسل شارت كويس كده. بمجرد ما بسقط عليه الداتا اللي انا خدتها من الدكتور عبد المجيد بيديني رقم السي او 2. طيب عايز بقى اقارن الحته دي اشوفها صح ولا غلط. المدقق عليه بقى هو الشغل، المدقق شغله صعب شويه. ينزل المدقق الباشمهندس محمد، ينزل الموقع، يجيب مهندس الكهرباء، كهرباء هات لي فواتير الكهرباء عندك بقالك سنه، سال الكهرباء دي، وياخد الفواتير بتاع الكهرباء ويجمع ويضرب في الفاكتور بتاعه ويركنه على جنب. هات لي المعدات الميكانيكيه الصيانه اللي انت استهلكتها، شحومك وزيوتك وحاجتك ودنيتك قد ايه، وايه الاعطال واللي عملت قد ايه، وهل استبدلت وما عملتش، والقصه دي كلها يديها ويضرب في فاكتور ويركن. يجي لبتاع الحركه بتاعت العربيات، عندك كام عربيه؟ عندي 10 عربيات. ملكك ولا مش ملكك؟ لا ملكي يا فندم. ياخد العشر عربيات، مين بيجيب مين وين بيودي في مين، يبدا ياخد الارقام دي كلها ويسجلها في جنب ويضرب في فاكتور. تمام. طيب ايه تاني؟ عندك حباره وعندك طبعه وعندك ورق. اه يا فندم. كام؟ عندك اوفيس بوي ولا ما عندكش؟ عندي. عندك كاتل بتعمل ولا عندك سخان بتعمل له الميه؟ كل ده، وياخد الارقام بتاعته ويسجلها. كام تكييف موجود عند حضرتك؟ عندي كذا تكييف، واحد اثنين. كام حصان؟ واحد ونص ولا اثنين ولا 10؟ ويسجل. يوم جاي رايح في مكتبه، قاعد بعد الارقام دي ما خدتها، ويدخلها على الاكسل تشارت، على الاكسل، على الكالكوليشن شيت اللي معاه التاني. تمام. ويبدا يضرب في الفاكتور بتاعته ويطلعها، ويشوف النسب اللي موجوده دي ويضيفها على النسب اللي اديها له الدكتور عبد المجيد، ويبدا يطلع معايا البصمه الكربونيه، ويعمل تقرير طبقا لايزو 17 14 1064 3. هو ده دور المدقق في الحته دي، يطلع لي تقرير. التقرير ده يقول لي ايه؟ يقول لي خلي بالك انا جبت من الاستشاري الفلاني ارقام كذا 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 كذا، ونزلت خدت الارقام الفلانيه منه. طيب طب افرض انا عايز ادقق شويه على الدكتور عبد المجيد، اعمل ايه؟ طيب في قياسات اللي هي السي او 2 والحاجات دي، هقول له ايه بقى؟ طيب يا بتاع المعمل اديني السي او دي عندك عامل كام؟ اديني مش عارف عندك عامل كام؟ اديني مش عارف كذا كام عندك، وليها فاكتور تاني بينضرب، وابدا اقارن ما بين النتائج بتاعتي وما بين نتائج الدكتور عبد المجيد، واشوف النسبه ما بينهم قد ايه، هل متطابقه
متقاربه هل متباعده في القصه دي، وبتبدا هنا دور المدقق بيبقى صعب شويه. طيب هل له شغل موجود؟ اه يا فندم، شغله في الخليج النهارده. انا معانا ناس زمايلنا من وزاره البيئه سافروا على مشروع نيوم بمرتبات خياليه خياليه، الاقل واحد فيهم بنتكلم في 20,000 في 20,000 ريال، علشان ايه؟ خد دوره بس في البصمه الكربونيه استشاري، يعني حتى خد استشاري قياسات كده، مش حتى مش هقول لك يعني مجرد الاستشاري ده اه يبقى يا فندم. ياخد اه ال طبعا 20,000. انا معانا ناس من زمايلنا من وزاره البيئه باخدين بنفس الرقم اللي بقول لحضرتك عليه، ده مبلغ، وخد الدوره مبلغ بتاعتي كويس كويس جدا يعني، مبلغ جدا كويس جدا جدا يعني. جدا. فالنهارده اتقبلوا في المشاريع، النهارده السوق متعطش، السوق ما فيهوش فيه الخبرات الكافيه، السوق ما عندوش القدره الكافيه. النهارده اعمل اتصالاتك دلوقتي بوزاره البيئه، قول لهم عايزين نعمل حسابات بصمه كربونيه، يقول لك والله ما عندناش. الحقيقه دكتور محمد، يعني انا ليا قصه لحد بسيطه، انا اسف المقاطعه، انا ليا قصه بسيطه اثناء كاس العالم، وده منحه من ربنا. كانت مشاريع كاس العالم الفيفا طبقت عليها على قطر في التوقيت ده، طبقت عليه الـ لازم يحط خبير سستينابيلتي. جامد جامد سستينابيلتي جزء من، طبعا هو الفوت برينت هو جزء من السستينابيلتي ككل. دوروا في الدول العربيه اللي ما لقوش واحد بس فقط لا غير، ما لقوش واحد. دوروا في الدول حلو. العربيه وقتها، جابوا واحد يا دكتور ب 50,000 ريال قطري، جابوه سستينابيلتي ديزاينر، جابوه من اليوكي، وجابوه كمان يعني شاب صغير خالص، واخد بالك انت، بس واخد دوره زي ما حضرتك قلت. واستعجبنا جدا انه هذا الشاب الصغير خد اكتر من البروجكت مانجر اللي كان موجود وقتها يعني. فده بس يعني، انا اسف يعني، كنت بقول الحته دي على اساس اوضح قد ايه القيمه الحقيقه في الخليج قد ايه للشهاده ديت يعني. اشكرك يا دكتور، اتفضل. شهاده وفي مصر كمان يا باشمهندس محمد، انا النهارده ما عنديش لسه في مصر، يعني انت النهارده ربنا يكرمك هتكون جاي طالع فاتح شركه وعامل مع الاستشارات البيئيه اللي هي قياسات البيئه العاديه خالص، مش بصمه كربونيه، لحين ما ينزل قرار استشاري بصمه كربونيه، وتفتح معاه مدقق البصمه الكربونيه. انت كمكتب النهارده هتعمل القياس بكام؟ يا فندم القياس النهارده بيتعمل باقل واجب، ده لو انت بتقيس الاول قبل ما بتطلع التقرير، لان تقرير حضرتك هنا كمدقق حطيت ختمك بالسيريال نمبر بتاع حضرتك على التقرير، التقرير ده يعني خلاص، يعني خلاص كونفيرم في اي حته يتقبل. يطلع بقى بعد كده التقرير ده يروح فين؟ يروح على وزاره الماليه او على الجهه اللي هي هتبدا تقول لك ان كنت تستحق المراجعه بقى النهائيه، اللي هي 14,067 دي اللي هتقيم، 65 انا اسف، دي اللي هتقيم وتقول ان الهيئه دي تستحق ان هي تاخد الشهاده او تاخد السند الكربوني ولا لا. يبقى اذا انا النهارده ما عنديش مدقق، ما عنديش استشاري في مصر، السوق الافريقي، انا داخل معايا السوق الافريقي والشرق الاوسط. تخلينا بس نتكلم على مصر، كم مصنع محتاج النهارده يقيس بصمه كربونيه؟ كم شركه محتاجه تعمل بصمه كربونيه؟ شغل حضرتك النهارده، ان النهارده يا جماعه نزل قرار الشهر اللي فات من الاتحاد الاوروبي، من المفوضيه الاوروبيه، عندي صناعات في مصر، ست صناعات في مصر ممنوع يصدر اي منتج للاتحاد الاوروبي الا لما يعمل تقرير بصمه كربونيه. من استشاري ومن مدقق بصمه كربونيه معتمد، ويرفع للاتحاد الاوروبي يراجع اولا. ايه الصناعات يا فندم؟ صناعه الكيماويات، صناعه الاسمده، صناعه الاسمنت، صناعه الحديد والصلب، في واحده كمان موجوده اللي هي الامونيا. خصصوا الامونيا بالذات في الموضوع ده، ممنوع تصدير الحاجات دي الا بعد الحصول على البصمه الكربونيه وتقيسها وتكون عامل تخفيف مش خارج بره الحدود. فالنهارده مين اللي هيبدا بقى في الشغل ده؟ مين اللي محتاج النهارده ان انا ابدا يكون عايز مجال عايز واسع جدا، شركات؟ مجال واسع جدا ما شاء طيب الله. طبعا، وده انا مكان كنت رزق، امبارح في مكان اجتماع رزق يعني، مكان رزق جديد، ودايما الجديد بيبقى ليه يعني زهوته وبتاعته يعني. اتفضل يا دكتور. كنا في اجتماع امبارح مع مايكروسوفت، مايكروسوفت عاملين برنامج حلو جدا اسمه سوفت سستينابيلتي. السوفت سستينابيلتي ده حاجه رائعه، انا كنت يعني هما كانوا بيشرحوا لنا، علشان احنا هندخل دلوقتي البصمه الكربونيه، يعني مثلا هاخد الارقام اللي هتطلع من عندي من الاونلاين وانا هديها له على برنامج، كنا بنقترح كده، فكنا قاعدين في اجتماع ان احنا هياخد الارقام دي ويقول لي السستينابيلتي بتاعتها ايه، سواء الميه، سواء هواء، سواء بصمه كربونيه. انا لما لقيته اداني بيشرح لي الجزء بتاع البصمه الكربونيه بس جوه، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الناس دي فعلا مش ساكته، الناس دي النهارده مستنيه القرار يتقال في مصر اوكي وتيجي على الشركات. انا عندي السوفت وير، محتاجين بس الهارد وير اللي يدخلك الداتا. شكرا.
تخيل، شفت الناس اللي سابقه الموضوع بخطوه دي؟ مايكروسوفت. ما شاء الله ما شاء برنامج الله. رائع رائع. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج مدقق. المدقق احتاجه في ايه؟ عشان يحط لي ختمه على التقرير، وهي هتطلع لك التقرير كامل من اول القياس لحد التخفيف. شكرا. جميل جدا 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 يا دكتور، اشكرك يا دكتور على الاستفاضه الكبيره جدا. ارجع لاسئله الساده الحضور المحترمين. دكتوره ليندا الحقيقه مشرفانا النهارده، بتقول ما هي الطريقه التي نقيس بها انبعاثات الكربون، وهل هي نفس الطريقه في مصانع الاسمنت مثلا ومحطات المعالجه، ولماذا نقول بصمه كربونيه؟ ليه بنقول بصمه كربونيه؟ فعلا ليندا انا سامع بك يا فندم. طبعا القياسات بقى حاطه رأيتي. لو انا عندي متوفر الاجهزه واقدر اقيس، هقيس عندي، ما عنديش مشكله خالص، دي سهله والاجهزه موجوده. طيب ما عنديش جي اتش جي بروتوكول اللي هي الجرين هاوس جاس بروتوكول 2019، والمرجعيه ليها لو احنا دخلنا حتى على ممكن ابقى بحط اللينك على عند الناس. محمد عامله اللينك بشكل، حاطه اللينك بتاعها بشكل كويس جدا، وعامله شيت اكسل اونلاين. حضرتك بتدخلي الداتا، لا بيقول لك حطي لي الداتا مثلا وليكن مصانع الاسمنت، جبتي المواد الرو ماتيريال بتاعتك منين؟ قد ايه؟ ومن مسافه كام؟ وكم كيلو او كم طن؟ وايه المواد المساعده اللي انت جبتيها؟ وبعربيات كام؟ ووزن كام؟ في داتا معينه بيطلبها من حضرتك ويقول لك اه طيب، ويضربها في فاكتور. الفاكتور ده له مرجعيه، له ريفرنس موجود، ويقول لك في النهايه الحاجه اللي انت دخلتها لي دي هتديكي سي او 2 قد كذا، وهتديكي سي اتش 4 قد كذا، وهتديكي قد كذا، يبقى الايكوفالنت بتاعها المكافئ كام؟ قد كذا. طيب لو عندك اجهزه هتقيسي طبيعي خالص، وهتقيسيها بالاجهزه وكل حاجه. طب في حاجات ما تتقاس بالاجهزه، هاخدها بالارقام، ويبقى ده دور المدقق ان هو هيحطها في المين، في الـ الشيت بتاع الاكسل، وهيبدا يديله او البرامج الجديده بتاعت مايكروسوفت دلوقتي. فطبعا ليه بصمه كربونيه؟ طبعا الكربون هو اكتر حاجه، هو المشهوره يعني، هو اللي واخد الشهره. ما ينفعش اقول بصمه ميثان، ما ينفعش مش عارف اقول كذا. لذلك لما جم حولوها قالوا هتبقى ايه؟ بمكافئ ثاني اكسيد الكربون، وليس مكافئ مش عارف كذا. الكربون هو اشهر حاجه، وهو اللي بيعمل احتباس حراري عالي جدا، ومن احد العناصر اللي مسببه باعلى نسبه في الاحتباس الحراري. فده مشكلته ان هو بيأثر على الاقتصاد العالمي، لذلك ربطوها على طول. شوفي حضرتك لما كنا زمان بنقيس كربون وبنقيس ميثان، حد كان واخد باله اصلا؟ قال لك لا. طب ما نربط ده بائتمان مالي، نخلي ده قصاده مبلغ مالي، الناس كلها هتتغير، هيبدا الناس تبص للافكار. اه صح، طب ما ده قصاده بدل ما يعمل لي اضرار اقتصاديه وناتج عن الكربون وهصرف. طب تخيل حضرتك النهارده ايام السحابه السوداء لما كانت موجوده والناس بتحرق قش الرز، مصر بتبقى في شهر من شهر 9 لشهر 12 عامله ازاي؟ كل اللي عنده ربو بيبقى في المستشفى، اللهم الا ربنا يعافيه الجميع. يعني فعلا حاجه، انا من القريه والدنيا حاجه صعبه 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 فعلا، يعني انت ماشيه كده دخانه في كل الاجواء. طب لما الناس قالت، دخلت بقى وزاره البيئه وقالت ايه؟ انا هعاقب وكل واحد هجرمه هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يا عم ما هو العقاب مش كل حاجه، انت مش هتقفل الناس بالمرصاد عشان بيحرق ولا ما يحرقش. بدات التوعيه بفوائد قش الرز، ازاي اقدر استخدم قش الرز؟ استخدمه علف، استخدمه في الام دي اف، استخدمه مش عارف فين، استخدم فين استخدم فين. بدا النهارده الباله بتاعت قش الرز، النهارده اللي كانوا بيرموها مش لاقي له يحطها فين، بقت النهارده ب 20 جنيه و 25 جنيه. فهي دي الفكره كلها. لكن بنقيس، بنحطه في تحت كلمه الكربون فوت برينت. زي النهارده اما اجي اقيس البصمه المائيه خصصتها بالميه وقلت الووتر فوت برينت. الكربون عشان ايه؟ هو اخطر حاجه ملوثه، واكتر حاجه ليها ارتباطات بكل عنصر. يعني لو قلنا الكربون، كل طن من الكربون بيعمل جلوبال وورمنج، احتباس حراري كده، احترار حراري 1 طن. طيب الكام من الميثان؟ 68 ضعف الكربون بيعمل احتباس حراري. بس بيفضل قد ايه في الجو؟ لا، الكربون بيفضل في الجو اكتر من الميثان. طب اكسيد النيتروز 268 ضعف الكربون، طب بيفضل قد ايه في الجو؟ لا بيفضل اطول برضو، الكربون بيفضل فتره اطول. فهي النهارده
الاهم من الموضوع ده هو الكربون، لذلك اطلق عليها بالبصمه الكربونيه. اتمنى ما اكونش نسيت حاجه من الاسئله اللي هي قالتها أشكرك يا الدكتوره. دكتور. يعني عندنا سؤال من دكتور صهيب بيقول: هل يوجد بيانات أي القطاعات الصناعية ذات التأثير الأكبر في مساهمات انبعاثات لكل دولة التي تم عرضها في الفيديو؟ هل يوجد بيانات؟ طبعا موجودة في بيانات يا فندم، القطاع، طبعا موجودة يا فندم، وإن شاء الله حاضر بإذن الله ماتريكس موفرة الحقيقة، يعني مكتبة كبيرة جدا على على تليجرام، مكتبة غير مسبوقة الحقيقة يعني. في وكمان الدكتور محمد وعدنا كمان إن شاء الله بإذن الله إن احنا هيضمنا مجموعة من الكتب القيمة اللي عنده والمراجع القيمة اللي هي بتبين كل المكافئات وكل الأرقام اللي حضرتك ممكن تستخدمها. وطبعا موجود الكورس اللي هيبتدي إن شاء الله بإذن الله في ماتريكس حالا على في كل الحسابات وكل التقييم وكل المراجع اللي موجودة، وممكن حضرتك تطلبها بشكل شخصي تحت أمر حضرتك. أنا بس هستأذن الدكتور محمد في إجابة السؤال معلش الثاني. قبل ما طب انسى حاجه، هستأذن حضرتك أضيف بس السؤال بتاعه بس: هل علم الإحصاء، لنفس الدكتور صهيب بيقول، هل علم الإحصاء وتحليل البيانات من ضمن العلوم الداخلة في إنشاء البرامج طبعا اللي هي السوفت وير يعني؟ اتفضل يا فندم. اتفضل طبعا، دكتور. كله يحصل، كله بالكامل. انا بتاع مايكروسوفت ده كله يحصل يا فندم، ده واخد من كل رقم عامل داتا، كل رقم عامل داتا. يعني في النهايه لو انت عايز 100 تقرير من كل بند انت حطيته بتلاقي ال 100 تقرير، وبياخد من كل التقرير تقارير مجمعه، هي كلها شغل يحصل فعلا. هو مايكروسوفت وقفت يا باشمهندس صهيب عند ايه؟ قالت لي انا ما اعرفش انت هتجيب لي الداتا ازاي، المهم وصل لي الداتا لحد البرنامج وبس. قبل البرنامج، قبل الداتا دي انا ما اعرفش حاجه، هو ما يعرفش حاجه. قال لي احنا صممناها، جابوا مايكروسوفت صممت البرنامج ده على المعايير العالميه وتم تجربته بالخارج. طب هو النهارده عايز يطبقه في مصر، بس بيقول لي قول لي هتدخل لي الداتا ازاي؟ هتدخلها لي داشبورد، هتدخلها لي اكسل، هتدخلها لي مش عارف ايه، هتدخلها لي من على سكادا، قول لي علشان ابدا اظبط البرنامج بحيث ان، وهتوصلها لي للبرنامج ازاي؟ دي كل مشكلتنا اللي احنا وقفنا عندنا امبارح في الحته دي. جميل جدا يا دكتور. الحقيقة دكتور مستعد تاني سؤال بتقول: ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التنفس الكائنات الحية يدخل في الانبعاثات؟ هل ثاني أكسيد الكربون ناتج عن التنفس؟ هل يعني يزيد من رصيد البصمة الكربونية لهذا الكائن الحي ولا لا؟ هو على حسب وجوده في المكان اللي انا فيه، ما هي بتتقاس. يعني مثلا لو انا هعمل بصمه كربونيه المنزل، هل في حيوانات؟ في حيوانات. هل طب الارقام دي انا اللي هحطها؟ لا، ده ليها مرجعيه. هو يقول لي لو انت عندك مثلا، زي مثلا يا دكتوره مستعده، لو انا هقيس البصمه الكربونيه ليا انا شخصيا، بيقول لي ايه؟ انت بتاكل مثلا لحمه كم مره في الاسبوع؟ بقول له مثلا مرتين. طيب هل هي لحم ضأن ولا لحم ماعز ولا لحم بقر ولا لحم جاموس؟ بقول له لحم كذا. طب هو هيفرق معاه دي في ايه؟ طبعا يفرق. في واحد منهم بيستهلك ميه اعلى من التاني، ده في واحد فيهم الاخراج بتاعه بيطلع العناصر بتاعته اعلى من التاني، فكل ده بيضيفه على مين؟ على الكام جرام لحمه اللي انت اكلته. لا، بيخش بيتحسب معانا، بس على حسب هو وجوده فين؟ في انهي مكان؟ يعني ما اجيش في محطه واقول التنفس، لا، ما هي المحطه مش داخله معايا. باجي في مبنى انشائي واقول فيه، لا. لكن لو في مثلا في مكان زراعي او في مكان او في حظيره او بقيس ارض او بقيس مشروع، مثلا هقول لك مشاريع الالبان، مزرعه البان، فعلا هيخش بعدد الروز بالموجود، والبند ده له قيمه، له فاكتور موجود في الجدول، له فاكتور موجود في الجدول. هو بيحسبوها بقى بطريقه معينه وبتتحاسب، لكن عايز حتى الجدول الاكسل شيت حاطط لك المرجعيه بتاعت المعادلات، تقدر ترجعيها وتبص لها جت ازاي، بتتحسب ازاي. جميل جدا، متشوقين يا دكتور نشوف الفيلم مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله نرجع للهديه ونرجع كمان لاسئله لو في باقي الاسئله نرجع بعد اذنك. طيب قبل يعني ما اخرج، بس اتفضل فيلم. في مصطلح مهم جدا بنسمعه وهنسمعه كتير، اسمه الحياد الكربوني. يعني ايه الحياد الكربوني؟ احنا ذكرنا بصمه كربونيه والكربون فوت برنت وكل، ايه الحياد الكربوني؟ عارفين الفرق ما بين ال 5000 وال 500؟ هو ده الحياد الكربوني اللي هو المفروض مخزون. انت وصلت لان انت النهارده اصلا انت بقيت مطابق مع الحياد الكربوني، اللي هو بمعنى اصح انت عملت تخفيف وتكييف وتكيف
يعني خففت وكيفت ووفرت تمويلات لازمه للعمل. انت وفرت كل حاجه. انت النهارده فابريسيا بيطلق عليك ايه؟ لا، المصنع ده مطابق للحياد الكربوني. ماشي، هنشوف بس الفيديو. تفضل يا دكتور. طبعا يعني تاخدنا الفرصة ان احنا يعني ان شاء الله بإذن الله، يعني كل الوعد بتاعنا لحضراتكم ان شاء الله بإذن الله يكون في لقاء كمان ان شاء الله نطلبه من الدكتور محمد، لان الحقيقة الموضوع متواصل ومهم لنا جميعا. اتفرج على الفيديو، تفضل. الفيديو ده بيوضح ازاي مبدأ تعويض الكربون. انا حبيت اجيب الفيديو ده بيوضح ازاي مبدأ تعويض الكربون. انا حبيت اجيبهم لكم، هجيب له من ده سويسري. حبينا نبين بس كده ازاي بيتعمل موضوع تعويضات الكربون عنها. في دقيقتين بالظبط ممكن ان شاء الله. بيورينا الفرق بس كده ما بين ازاي بيعمل التعويض، وبرضه جاوب على نقطة السؤال ليه برضه بختار البصمة الكربونية، او قلت سميتها دي البصمة الكربونية. ده كده انا يعني معلش دوشناكم بمصطلحات جديدة، مفاهيم ما كانتش موجودة معانا، مجال جديد، بس صدقوني المجال حلو، مجال شيق، وخاصة لما تحس بان انت عملت مشروع او عملت كمشروع بحثي، حتى نبدا نجرب مع بعض بعد ما تدرسوا مثلا ان شاء الله، ونبدا نشوف مع بعض كده ازاي كل واحد يطبق في المجال بتاعه. انا بقول لكش اخرج بره مجالك، ما تغيرش كاريرك، ما تشفتش الكارير بتاعك، ده جنب الكارير بتاعك، ده يخدم على كاريرك يا فندم. النهارده انت متخصص في ايا يكون اي المجال، لا تخيل بقى لما يكون انا مهندس ميكانيكا بس، لا ده انا معايا مهندس ميكانيكا ومعايا اصلا بصمه كربونيه. يعني النهارده تخش الموقع اي موقع يا فندم وتعرف ان كان ده بيطلع وتطلب بتغييره. فالنهارده لا يعني ده يعني انا يعني مش يعني ايه، مش عارف ان كنت قدرت اجمع كل المصطلحات ولا لا، ولكن لو في اسئله انا معاك بنفتح احنا بيها المجال. يعني دكتور، سؤال من مهندس صهيب بيقول على أي برامج من البرامج الإحصاء التالية، لو في يعني لو المعلومة واصلة موجودة، هل بايثون ولا اس بي اس اس ولا ار؟ يعني هل لا الحاجات انا دي متواجدة؟ مش يعني متخصص، لا ما أعتقد ممكن نطلب تفاصيل كتيرة تانية من ال ممكن ابقى اشوفهم يبعتوا لي صور وابعتها لحضرتك بالضبط، وتقول. ممكن احنا نوصل للمعلومة دي ان شاء الله بإذن الله لا انا مش ونبعتها متخصص فيها. لحضرتك. انا استغليت الدقيقتين بتوع الفيلم وحطيت لكم على الشاشة كل الفاميلي بتاعت الايزو،
اتمنى من حضراتكم ان انتوا تنزلوها عندكم، لانه هذه يعني لم تصدر من حد لسه، او يعني دي الاوريجينال يعني الاصليه، النسخ الاصليه، وكمان يعني وصلت لكم انتوا بدري شويه عن الناس كلها. فطبعا عشان حضوركم احنا يعني اصرينا ان احنا ندي لكم الفاميلي كلها، كل الفاميلي بتاعه ال 1400 ايزو دي من ماتريكس. وان شاء الله دكتور محمد بقى كمان مدينا هديه، وهي يعني المذكره بتاعه الجوده، وانا هديها لحضراتكم طواعيه من عندنا ومن عند ماتريكس الحقيقه. واشكر دكتور محمد بس الحقيقه. عايز اقول حاجه برضه يا باشمهندس محمد، اتفضل. هو كده معاه الداتا بس هيتعب اكتر لما يجي يقراها. يعني انا يهمني ان هو يقرا الاول، وبعدين ان شاء الله طبعا لازم يكون استاذ لا معاه. تمام، قصدي يعني عايز لكن انا اكد. اتفضل يا الملخص فندم. اللي انا بعته لحضرتك بالعربي اللي هو محاضره معهد الجوده ده بالظبط ممكن كده. يقدر يقراها، هيدي له ده ملخص لعيله الايزو كلها بتعمل ايه وراحه فين وجايه منين والاجراءات والبتاع ده. وممكن نبقى يعني في مره ان شاء الله كده، بس يعني الوقت يسمح ان شاء الله، ونبدا ممكن نشوف نتناقشها مع بعض. بس صدقوني قبل الايزو الاول، قبل ما نخش في الايزو الاول لازم الاول نشوف البصمه الكربونيه بتتعمل ازاي. أنا الحقيقة بعت محاضرة معهد الجودة دلوقتي حالا على السبورة، اللي قادر يوصلها يا رب تكونوا قادرين كلكم توصلوها. أتمنى إن حضراتكم كلكم تقولوا لي إن أنتوا وصلتوا لها ودونتوها بس أفضل، لأن غير قابلة للنشر يعني. نعم طبعا طبعا يعني دي طبعا فيها كوبي رايت، فيعني بنوصل الناس كلها يا ريت تحافظوا على الكوبي رايت، يعني ما يتاخدش منها حاجة، لأنه طبعا يعني دي حاجة خاصة بالناس. المحاضرة الأخيرة هي دي أهم واحدة، دي هدية الدكتور محمد الحقيقة، ويعني هدية غالية جدا بشكره الحقيقة. دكتور محمد عنده مكتبة من المكاتب الكويسة جدا، وأعتقد إنه عامل لنا مفاجأة بخصوص الأيزو، يعني هو عامل مفاجأة كمان، لأنه طبعا هو بيقول إنه العلم ده لازم يؤخذ عن طريق أستاذ، وده صح مظبوط جدا، لكن القراية يعني مش بالعكس هتبقى مكسب كبير ليكوا لينا. الله يكرمك يا فندم. فهو طبعا هدية ماتريكس في مجموعة الأيزو، هدية الدكتور محمد هي محاضرة المعهد الرسمية، معهد الجودة، والحقيقة دي هدية غالية جدا، وأنا أشكره على أنه اختصنا بيها. يعني عايز أقول أن الدكتور مساعد بتقول أن كل عمليات الهدم البيولوجية نهايتها ثاني أكسيد الكربون. سؤال جميل جدا من الدكتور مساعد، بتقول أنا يعني أنا بصراحة أنا كمان مع الدكتور مساعد، إذا كان كل عملية الهدم البيولوجية هي نهايتها سي أو 2 بالنسبة للبيولوجي، للبروسيس اللي بيتم في عمليات المعالجة البيولوجية، هل يجب البحث عن طرق جديدة للمعالجة والاستغلاء عن الطرق البيولوجية أو محاولة تكيفها مع الوضع؟ لأن هي بتقول أساسا الهدم البيولوجي أو عمليات المعالجة هي بتنتج ثاني أكسيد الكربون، هي ده كلام منتجة سليم، ثاني أكسيد ده كلام الكربون. سليم. ويعني ده بصراحة أنا يعني بصراحة سؤال، أنا عايز أقول لك سؤال سؤال أنا فتحت السبورة مخصوص لما لقيت، سؤال جيت جميل وأنا جدا بتكلم يعني. فتحت السبورة مخصوص عشان أنا أنت أصلا بتقول لي وأنا فاتح السبورة عشان خاطر أقرأه، لأن هو أنا وإحنا بنتكلم السؤال اتعرض، فأنا عجبني السؤال بصراحة. ويعني سؤال جميل جدا الحقيقة هو سؤال يعني مميز من الدكتورة يعني مستر طبعا، دي يعني ما شاء الله عليها يعني. الحقيقة بص بصراحة أنا عايز أقول، أنا عاوز أقول لسيادتك أن السؤال ده هو قالته من بدري، بس انا سبته للاخر لانه جميل جدا. يعني ازاي انا بعالج الميه وبعالج الصرف الصحي وبنتج ثاني اكسيد الكربون، يبقى انا كده طب ما انا هعمل ايه؟ طيب انا هعمل ايه؟ ايه اللي صحيح هعمل؟ صحيح. طبعا هو دلوقتي حاليا يا دكتوره احنا في مصر دلوقتي شغالين في مجال الاستدامه. احنا يعني في محطات، كنت اتدردشت مره مع المهندس محمد، في بعض الشركات دخلت لنا محطات جديده، نماذج جديده، ورفضناها. رفضناها بناء على ايه؟ لقينا ان الانبعاثات اللي هتنتج منها اكتر من الانبعاثات اللي ناتجه من موضوع المحطات الكونفنشن العاديه اللي هي فيها التهويه وعمليات الهدم اللي بتنتج عنها. طيب لما جينا رجعنا تاني بقى في عمليات المحطات المعالجه نفسها، الجزء ده بيحصل في منطقه معينه فقط. المنطقه دي فين؟ دي في منطقه البيولوجيكال تريتمنت، صح كده؟ في المنطقه اللي هي بتاع حوض التهويه. بمجرد ما بيحصل ان البكتيريا بتتغذى على المواد العضويه بينتج عندي نيو جينيريشن جديد من المواد العضويه اللي موجوده من الكائنات الحيه قصدي، ومن الايه وميه وثاني اكسيد كربون، وثاني اكسيد الكربون هنا بيصعد. لما قسنا قعدنا بتركيز فتره طويله جدا علشان نقيس ثاني اكسيد الكربون اللي موجود، هو خارج فعلا ثاني اكسيد كربون، ولكن مش بالكم اللي هو يعمل ضرر للبيئه، ولكن هو في ضرر في نسبه من الضرر اللي موجود.
طيب نعمل فيه ايه؟ اقترحوا ان احنا نحول كل البيولوجيكال تريتمنت من اللي هي الايروبيك للانيروبيك، ودي حضرتك طبقناها في محطه، ويمكن الجماعه يعرفوا معانا هنا في محطه ابو رواش اللي في الجيزه، تم تغليف اغلاق جميع الوحدات كلها بالكامل، حتى حوض الابتدائي، حتى الحوض الابتدائي. وفعلا لو انت معدي على المحور كانت الريحه بتبقى شديده جدا، واللي معدي على ابو رواش جاي مثلا من ميدان لبنان رايح اكتوبر بيشم الريحه دي بشكل رهيب جدا. طيب النقطه الثانيه في محطه اوراسكواليا اللي موجوده في منطقه ايه العين السخنه، نفس القصه برضو عملناها، قللت انبعاثات قد ايه؟ وده احنا كنا جايبين مكتب استشاري حضرتك اكيد تعرفيه، اكتنس. اكتنس ده مكتب انجليزي متخصص في المجالات بتاعه المياه والصرف والسستينابيلتي، مع الجماعه بتوع اليونيدو كان هو اصلا والبنك الاوروبي. فكنا استغلينا وجوده في مصر عندنا في احد المشاريع تبع بنك الاعمار الاوروبي ليبيا ار دي، وخدناه المحطه دي يعمل لنا القياسات ويعمل لنا الحاجه دي قبل وبعد. لقينا نسبه التوفير اللي احنا وفرناها في القصه دي تجاوزت ال 45%. تخيلي حتى بعد اللي احنا عملناه ده تجاوزت برضه ال 45%، ما جابتش برضه النتيجه اللي هي ال 100%. ليه؟ لان برضه مهما يكن لو انا سبت شويه حمأة موجودين في الارض وما خدتش بالي منهم حصل انبعاث. اي حاجه فيها تفاعل تمت بيحصل فيها انبعاث. طيب نخلص من دي ازاي؟ عملنا ايه معاليكي بقى في الحته دي؟ زرعنا شجر في محطه اوراسكواليا ياخد يمتص ثاني اكسيد الكربون اللي خارج من المحطه ويحوله لاكسجين. ده بيستهلك كل شجره بتاخد عندي 75 طن من ثاني اكسيد الكربون. الشجره ذات نفسها منظر جمالي وبتاخد انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي خارجه. القصه دي طبقناها من شهر واحد اللي فات في محطه السادات في برك الاكسده، وطبعا انت حضرتك استاذتنا وعارفه ان برك الاكسده ما شاء الله عليها ممكن تطلع ثاني اكسيد الكربون بالاطنان، يعني تكفي بلد لوحدها، بلد تكفي مدينه. تمام؟ عملنا ايه علشان نعمل الميتيجيشن؟ تخيلي يا دكتور ان كان اصلا بيطلع من برك الاكسده دي ال H2S. تمام؟ طيب ال H2S ده كان فيه مصنع فاتح جديد جنب المنطقه بينه وبينها 500 متر. تخيلي ان كل براءات النحاس بتاعه المحولات الكهرباء بتاع الجنريتور كلها اتاكلت لانها مصديه، وحضرتك عارفه طبعا لما يتفاعل الاتش اس مع النحاس هيعمل ايه. فطبعا النهارده لا، لقينا الموضوع صعب. طب انا ينفع اشيل بريك الاكسده؟ ما ينفعش اشيل بريك الاكسده، محطه بقى لها 30 سنه. طيب هل ينفع اشيل المصنع اللي جاي مشروع قومي وهيحول لي الاكشاب بتاع الغابه الشجريه هيحولها لي لار دي اف؟ هينفع؟ لا مش هينفع. طب الحل نعمل ايه؟ بدأنا ندرس مع جامعة القاهرة القياسات، لقينا ان الـ H2S بيصدر بيطلع امتى؟ هو طبعا عنصر ثقيل بينزل في الارض. طيب بيوصل ازاي المصنع وهو عنصر على الارض ثقيل؟ ما بيوصلش لاخر النهار ما بين الساعة 5 و6 مساء، وقت ما بيبقى اخر النهار ودخول الليل مع الهواء بيبدأ يخش المصنع وبيتفاعل مع كل النحاس اللي موجود في المصنع كله بالكامل. قسنا جوه المصنع بالليل لقينا وصلت ال H2S في جوه المصنع ل 14 جرام. طب الحدود بتاعته كام اصلا؟ 3 من 10. طيب قلنا نشيله ازاي نمنعه؟ زرعنا 6 صفوف شجر متشابك. ال 14 دي نزلت لكام يا دكتوره؟ ل 3. نزلت ليه 3؟ ده الميتيجيشن اللي تم، وما زلنا حاليا دلوقتي شغالين بنحاول في شركه المانيه هناك جابت اجهزه انذار الارم، حطها في جيب كل مهندس كده اول ما يخش الموقع والبتاع يدي الارم يبقى كده في مشكله ابعد. فبنحاول دلوقتي نشوف حلول تانية، يا اما نشيل بالك الاكسده خالص بقى. لا 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 هي كمان الاشجار ما شاء الله يعني بتدر دخل كبير جدا يعني. طبعا ما هو ده الميتيجيشن يا باشمهندس محمد، انت لازم تدرس تعرف السبب علشان لما تطلع الحل. ما انت ما بتطلعش حل مسكن، انا مش بدي مسكنات، انا بطلع حلول تديني معايا الارقام. ولسه احنا بنقول نستنى، شو بتاع جامعه القاهره بيقول لي ايه؟ نستنى شويه يمكن لما يحصل تشابك شديد للشجر ينزل. بشكر فريق ماتريكس وبشكر الناس اللي حضروا كلهم طبعا، اساتذتنا ودكتور عبد الجيد ودكتور سعد ودكتور ناصر، كل الناس اللي موجوده والدكتور ايمان والناس رشا
كل الناس اللي موجوده بصراحه، يعني بدون يعني انسى حد، الجميع كله بصراحه. انا سعدت بوجودي معاكم النهارده، واسف جدا ان كنت قصرت في بعض الحاجات. طبعا هو يعني هو كله فضل ربنا اولا واخرا، والعلم لا يقتصر على فرد واحد، وانما هي وسيله ان احنا بنوصل كلنا العلم لبعض. وانا عندي مثل دايما في مصر بيقول ايد لوحدها ما بتسقفش طبعا، فلما يكون مجموعه كلها متكامله الاركان بكل واحد في تخصصه، صدقني المنتج، صدقوني ان المنتج اللي بيخرج بيكون بشكل حلو جدا. لو عملنا كلنا في مكاننا ان احنا فريق عمل واحد، فريق العمل واحد